المدخل عن فرق الأغلبية للنائب محترم السيد هشام أيتمنى. يطيب لي وأن أتناول الكلمة باسم فرق الأغلبية، وهي مناسبة نستحضر من خلالها الدينامية الجديدة والمتجددة لدبلوماسيتنا المغربية، وهي الدينامية التي أعادت للمملكة المغربية توهجها وبواءها المكانة التي تستحق بين الأمم والشعوب التاريخية المبنية على الصدق والالتزام بالعهود والتغليب المصالح المشتركة للشعوب عن الإطار في إطار مبدأ رابح رابح. اسمح لي. مشاريع قوانين تسجل اعتزازها كبير أنه إلى المعتمد بإيجاد المعتمد بإداء بإدماجها في تاريخ 23 مارس 1981 وعلى البروتوكول الإضافي المتعلق بالتلوث النجم عن المصادر والأنشطة البرية المعتمد بغران باسام. سيد رئيس لخدمة قضيتنا والدفاع عن مقدستنا، ونعز المزيد من الاتفاقيات. سيد الوزير، السيدات والسادة النواب المحترمون، لابد أن نوليه مزيدا من العناية والاهتمام وبالضبط في بلدان لخدمة قضيتنا والدفاع عن مقدستنا، ونعز المزيد من الاتفاقيات والمعتد بانغول غينيا. أقول ويعزز ويكرس مسارتها ويصرخ توجهات، وهي مناسبة بقدر ما نجدد فخرنا بهذا الانفتاح وهذه العودة، عودة المغرب إلى إفريقيا وإلى لعب تتطلع إلى بلدي إلى بذل المزيد من الجهد لتعزيز هذه المكتسبات الدبلوماسية الأخوي والمصير المشترك. السيد الوزير، في الختام فإن فرق الأغلبية والفريق الدستوري والديمقراطي فريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي لتعزيز مكانة بلدنا وإشعائها، متمنيا لكم المزيد من التألق والنجاح في مهامكم تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده. شكرا.